بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بعد غياب ربما عام ونص، ما طلعتش لايف أو أكثر. تبارك الله عليكم الإخوان الكرام، مجموعة من الإخوان توحشونا وعزازين عليهم، كيسولوا فينا. نشكركم بزاف الإخوان الكرام، ونشكر كذلك الناس اللي كيهاتفونا بالهاتف أو الواتساب، كيسولوا فينا في المقهى، في الشارع، الجالية البركانية المغربية المقيمة بالخارج. تبارك الله عليكم، كنشكركم على كامل الأسئلة ديالكم على الحال والحال والأحوال ديال عبد الربين محمد الميموني. الناس كتسول على حميد الغازي، على رضا حجي، وكذلك على السيد يحيى اللي عاد للديار الفرنسية بعد ربما 10 أيام أو 15 يوم. تبارك الله عليكم الإخوان الكرام، كما كتعرفوا العام اللي فات بالضبط في شهر 8 تصاب عبد الربين بكورونا، وكانت مضاعفات، والحمد لله تمكننا أننا نتجاوزوها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل كذلك الوقوف الأسرة الكبيرة والصغيرة مع عبد الربيه محمد الميموني. نشكركم بزاف بزاف. إذا الإخوة الكرام، غادي نناقشوا واحد ثلاثة المواضيع أو أربعة اليوم. غادي نناقشوا فريق نهضة بركان، ونناقشوا كذلك المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، المنتخب الأول، ومنتخب الفوتسال كذلك الكره المصغره، واطلالة على بعض الرياضات وبعض الاخبار. اذا الاخوان، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ومع الاصحاب. اذا فريق نهضة بركان ان شاء الله غدا يلعب امام اولمبيك اسبيونا بالملعب البلدي لمدينه بركان، المباراه الثالثه للفريق نهضة بركان ان شاء الله بعد المباراه الاولى والهزيمه امام حسنية اكادير، وكذلك التعادل خارج الديار امام الجيش الملكي. الان نستقبل اولمبيك اسبيونا بالملعب البلدي لمدينه بركان، وغادي تكون ان شاء الله الحفله ديال السوبر الافريقي مع الجماهير البركانيه، مع لاعبي نهضة بركان ان شاء الله العلي العظيم. كذلك الاخوان، نتمنى الجمهور يحج بكثافه لهذه المباراه، يشاهد المباراه، يدعم فريق نهضة بركان، يدعم لاعبي بركان، وخا ما تكونش النتيجه نحن مع بركان الى الابد ان شاء الله. وحضر كاس السوبر الافريقي غدا بالملعب البلدي لمدينه بركان. وما ننساوش الاخوان الكرام، صفقوا ونشيدوا بجهودات الاداره، بجهودات اللاعبين، بجهودات الطاقم التقني الطبي، كل المنظومه التراس اون البوز، الجماهير البركانيه اللي كانت سند ودعم باش فزنا بالسوبر الافريقي وعديد الكؤوس التي تزين خزائن نهضة بركان. ان شاء الله في انتظار واحد المتحف اللي نستغلوه ماديا، ويكون يعود بالمدخول على فريق نهضة بركان ان شاء الله العلي العظيم. اذا الاخوان الكرام، غدا مباراه امام اولمبيك اسفي ليلا بالملعب البلدي لمدينه بركان. غدا كاين مباريات حارقه، كاين مباراه الوداد وخريبكا، مباراه حارقه، كذلك المباراة ديال الرجاء، وعديد مع المغرب التطواني. واليوم كانت نتائج تعادل المولودية مع الفتح الرباطي. إذن غدا إن شاء الله الجار الثاني، الجهة الشرقية، نهضة بركان سيواجه أولمبيك أسبيونا بالملعب البلدي لمدينة بركان. نتمنى التوفيق لفريق نهضة بركان، نتمنى التوفيق للمدرب والسيد بن شيخة ولي جميع اللاعبين، والله الميسر. التشكيلة ما غاديش ندخل فيها، التوقعات ما غاديش ندخل فيها، بغينا مباراة كبيرة، بغينا احتفال بالسوبر الافريقي ان شاء الله العلي العظيم بالملعب البلدي لمدينة بركان، كل حضور مكتف من جميع الاطياف والشرائح. نمشيو للموضوع الثاني، المنتخب الوطني الاول وليد الركراكي وضع اللائحة، ما فيهاش حمد الله، كاين لغات، كاين قيل وقال، كثرة سؤال، عودة زياش مزراوي وغياب حمد الله. حمد الله دار ولا ما دارش، لغة الأهداف تتحدث. حنا بغينا نمشي المنتخب اللي سجل، دار ولا ما دارش، هذاك الشيء أكوتي. المنتخب الأول للجميع وعلى الجميع، بغينا اللي يسجل. إذا حمد الله كاين وموجود وباغي يسجل، إذا خصو يرجع المنتخب الوطني الأول. شفناه مع الاتحاد في كل مباراة كيسجل، وتبارك الله أداء راقي وأهداف اللي تنم على واحد الحس هجومي قوي عند حمد الله، واحد الغريزة عطاه الله سبحانه وتعالى ديال التسجيل، يعني قليلة. ما نظنش شي لاعب مغربي الآن يضاهي
الحمد لله في تسجيل الاهداف وكذلك في صناعه اهداف. اذا الحمد لله خصو يكون في المنتخب الوطن غفور الرحيم، كلشي دارو ما كاينش لاعب ما دارش. حنا الان خصنا اللي يسجل، المنتخب محتاج لكل لاعبيه ومكوناته واطيافه وجماهيره و اجل الذهاب بعيدا في كاس العالم ان شاء الله فيفا قطر 2022، وان شاء الله نتمنى العبور على الاقل الادوار المواليه بالنسبه للمنتخب الوطني الاول لكره القدم. وسيد فوزي القجاع والجامعه والجماهير تعقد امل كبيره، خاصه الجامعه وفرض الجميع الشروط الممكنه والغير ممكنه للمنتخب الوطني الاول بقياده الركراكي ابن طار عارف واش كاين. اذا خصنا النتائج وخصنا الاداء وخصنا كذلك الفرجه. نتمنى ان شاء الله نمر الدور المقبل ونعيشوا ما عشنا في مونديال 86 والعبور كذلك للدور الموالي وخيبه الامل اللي عشنا في 98، رغم اننا نحن الاحق باش نمشيو الادوار المواليه ان شاء الله. اخوان الفوتسال تبارك الله عليهم ثامن عالميا في انتظار التصنيف الجديد، الفوز بكاس القارات على حساب من السادس عالميا المنتخب الايراني لكره القدم دخل اقاع وما ادراك. المنتخب الايراني فزنا على تايلاند فزنا على نيوزيلندا، اذا المنتخب المغربي الاول وابناء الدكيك يعني اصبحوا عالم كامله وفارقه في كره القدم العالميه. لعبوا البرازيل لعبوا البرتغال اسبانيا اوكرانيا روسيا، اذا لا خوف لا على الفريق. واذا تبارك الله من الارجنتين منتخب اصبح عالمي صوف كاس العالم المقبل ان شاء الله يمشي على الاقل الديمي فينال او الفينال ان شاء الله بتضافر الجهود ابناء الدكيك. يعني الصراحه واحد الجرينتا واحد الاداء، الجامعه وفرت كل شيء، هاك الفلوس وروح تخدم، خدم على راسك، تريني مزيان، خدم غير الفوتسا، خدم حتى حاجه، ها الفلوس. شي خصنا في المنتخب الاول ها الفلوس لعبوا الكره، وخصنا في الفرق تكون استراتيجيه ويكون واحد التخطيط وواحد البعد نظر اللي يمكننا ان نحقو حقنا في الفوتسال وكنحقو في كره القدم النسويه وكره القدم الشاطئيه وكره القدم المكفوفين وكره القدم كذلك داخل القاعه وكره الهدف وغيره. فيما يتعلق بكره القدم طفره نوعيه كبيره في المغرب، شفنا الفرق الوطنيه الوداد كاسبة الابطال بركان السوبر بركان الكونفدراليه، اذا بركان تسيطر والوداد تسيطر، اذا فريقين مغربيين يسيطران على القاره الافريقيه طولا وعرضا جنوبا وشرقا وجنوبا وشمالا شرقا وغربا. اذا كل شيء هذه بتضافر الجهود ودعم السيد فوزي القجاع، دعم المكتب المسير للجامعه ودعم الجماهير المغربيه كذلك من اجل تحقيق الغايه الكبرى وهي تالق الكره الوطنيه. كان عندنا ثلاث مواضيع بركان واسفي، تمنى توفيق قناه بركان، كانت توقع فوز بركان بواحد صفر على اسفي، التشكيله ما غاديش ندخل فيها. السيد بن شيخه يحاول يريح بعض اللاعبين ويدخل بعض اللاعبين مع ربما غادي يلعب ادي بايور في هذه المباراه ديال الغد. الحمد لله خصو يرجع للمنتخب، الوطن غفور رحيم، لغة الأهداف تتحدث، السلوك من بعد، النقاش ديال قيل وقال وسلوك و من بعد. حنا الآن خصنا اللي يهز الشباك في قطر، ولا وقت لنا ولا كما نقول ولا يعني إضافة يمكن ننقصها من المنتخب حاليا. بلوس ما مكانش، الحمد لله خصو يجي، وكنتوقع لي غالو وليد الركراكي لان كاين ضغط شعبي جماهيري كبير على وليد الركراكي باش يلغى. الحمد لله. النقطة الثالثة اللي ناقشناها هي الدكيك، منتخب الدكيك العالم الكاملة تبارك الله، والله يسخر الله يوفق الجهد والعمل، سي نورمال غادي توج بهاد النتيجة ديال المنتخب الثامن عالميا على الفوتسال، يفوز بكأس القارات افريقيا واسيا في تايلاند 2022 تبارك الله. سي الدكيك تبارك الله، اللاعبين وكيحمروا الجو وكيلعبوا بحال الكرينتا بواحد الروح وطنيه لا نظير لها. اذن الله الموفق، الله الميسر، ودائما الشعب ديالنا اصدقائنا بركاني زوار ونحن بركاني
أن يكونوا معكم ورانا معكم والقرب إن شاء الله. وكذلك انتظر السيد يحيى وسحم الغاز والسريضة برامج متعددة. نعود إليكم موسم جديد في 2023 إن شاء الله، نفس جديد وإرادة جديدة وغيكم أخبار جديدة إن شاء الله، دائم في إطار الاحترام وتبادل الآراء واحترام الآراء، وبعيدا عن لغة الخشب وبعيدا عن لغة السب والشتم. والله المعين، تبارك الله عليكم. السلام عليكم. شكرا لكم.